انا والله ما حد جايب فيني العيد، مو الفيزياء اللي جايبه فيني العيد، اللي قاعد على يساري هو اللي جايب فيني العيد. يا جماعه شوفوا يا لازم تشوفوا لكم حل مع ابو فراج بالساعه القانونيه لما يجي يختار اغاني يطلع لنا اغاني من 1970. انت شنو قصتك مع الاغاني القديمه يا سعود؟ ها الكلاسيك خوش شيء انزين. إيه؟ هذا الكلاسيك اي بس هذا انطربنا. لا يعني انت سؤال، انت اي مواليد؟ 88 وراد لي على اغاني السبعينات. ليش ليش حلوة أسعود؟ حلوة العتيج. شوف أنا عندي فكرة إن في فرق بين المطرب وبين المغني. زين هذا بالقانون ولا بال... لا هذا مبدأ بالموسيقى. اللي يغني تلقى أغنيته تقعد شهرين ثلاثة فما لا أغنية كذي تعبر علينا وتنسي كلش. بلا المطرب لا، اللي يطربك معاه تنطرب أنت وياه. فهذا هذا الفرق بينهم. يعني مثلا أنا أقول لك لما أتكلم عن عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه، هذا مطرب لأنك تنطرب وياه. يختلف اختلاف كلي عن مثلا الأغاني اللي يدد اللي قاعد يطلعون تب كذي كأنها دعاية حق شركة حق محل وتنتهي بعد فترة خلاص. يعني ما في مثلا في اغاني وايد من ضمنهم شنو عندك جورج وسوف مثلا. هذا أي واحد يطربك. هذا يعني سلطان الطرب. اي مثلا أي في ناس تحب على البحر يطربك. انا واحد من الناس احبه صراحه. البحر يطربني. في فرق بين في ترى عدني العدنيات قبل الكويتيه. انا الاسبوع اللي فات سالني عن النجم قال لي انت شو تسمع؟ قلت اسمع سامريات واسمع عدنيات الكويتيه هذين ملوت السبعينات عشان تكون بالصوره. يطربك يعني واحد لما يقول انا مثلا يوسف المطرف او ان محمد الشعلان او ان جمال مجين هذيل ناس كانوا من مؤسسين الاغنيه الكويتيه العدنيه كانت تمام. يعني الى اليوم الناس اعتقد ان قاموا يرجعون لها. انا كلمك جيلي وابراهيم انت عندي خبر يعني انت من جيلي كانوا يسمعون هذيل واللي قبلنا كانوا يسمعونها لكن انتهت. الى اليوم احنا مستمر. انا للحين متمسك بالاغاني. يعني اي شيء يسمعه جديد ما يطربني ذاك. والله كسر. والله يعني ذوقك مو ذوق محامين للأمانة. يعني ذوق كويتي. هذا الكويتي ذوق المحامين غير يا أبو فراج. غير غير جدا. أنا اليوم حاط لك ديانة حداد. ديانة حداد. أنا انصدمت أصلا لما قاعد أسأل عزوز والله قبل شوي. والله مجلبة براسي إنزين. قاعد أقول له لحظة شنو ديانة حداد رادنا 1999. ما إيه ما نسأله. مجلبة براسي كذي. صار موقف بالمكتب كان يقول حق المحامي اللي عندك ها كنا عيونك زايغة أبو فراج. أقول لك محامي بالمكتب وين زايغة فيه. ديانا حداد شوف فيديو كلبها بس بشوية راح نشوفها. تفضل استفتح جلسة الساعة الغالية. حياكم الله مساكم الله بالخير. معاكم أخوكم سعود الهدمة مع أخوكم إبراهيم النجادة. برنامجنا برنامج الساعة القانونية في المارينا على تردد 90.4 FM صح وعلى اليوتيوب مباشر وعلى أبليكيشن مارينا FM صح كذلك والأو أس إن 151 تليفوننا 22-20-90-4 حياك واتصل بأي وقت وإحنا بخدمتكم. والله يا جماعة ترى أتوقع أنه راح لازم نبدل مواقع ما بيني وما بين بفراج بالرغم من أنه إحنا اثنيننا محامين. لا لا لا. بس هو يفوز في التقديم الإذاعي أكثر مني. انزين لا وين كل لا ايه هذا هذا من تواضع من تواضع العظماء يا ابو فراج. كانت المحمل بيدك وعندك الله انت سكان المحمل بيدك. حيا الله ابو فراج. يا هلا شلونك اخوي؟ يا هلا يا شخبارك؟ الاخبار امورك طيبه؟ تمام. والله في ناس وايد قاعد يسالون عنك يقولون ابو فراج كنا متغير مضيع مشيته شوي. من وين انزين؟ وين انا اقول لك شلون الشكل زاد. لا 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 انا اقول لك اللي صار انه في نقاش قبل كم يوم عنك انت وعن الجنايات. ايه ان بفراج كنا يحب الجنايات اكثر إيه؟ من اي كار ثاني بالقانون. ايه بالضبط. فشن اللي محببك بدرب الجنايات؟ هو شوف هو قتل ودم ومخدرات وتجاره خمور. شوف انا اشوفها كأنها لعبه. ايه عشان تكون بالصوره. زين يعني الجناية أو أي شيء الجريمة أنا أتكلم فيها أي. هي لأن فيها أركان قصدك لغز وفي إيه كنا لغز تبي تحله أي. وشون تحله وتكتشف شيء معين. يعني أذكر أنا النوبة من ضمن الجنايات اللي مرت عندي بينت إن كان في تغرير طبي قديم أي. حق واحد مجهول بجناية قديمة أي. بين في يعني هو في متعة. يعني لا يعني أنا عندي الربع محامين تجاري أي. ومحامين مدني عندهم متعب بالخط المدني والتجاري أي. لا يعني ان انت بس اشمعنى انت مختار هالخط. انا لاقي نفسي هالصب. يعني انا ابراهيم شفت ما مر الجنايات بالدور الرابع والسادس بالقصر العدل هذا الحين انا قضيت
طول عمر المهني هالممر لو أروح صوب المدني والتجاري أنا أحس نفسي غريب. إيه تحس بغربة. حتى الربع ايه. لما أشوفهم كنا صار. ويوه ثانية ايه ناس ثانية وناس ثانية. ايه كار ثانية. ايه. حتى الكراسي والغاعة يختلفون علي مو ايه. مو اللي تبي. مع ذلك أنا كلمي كان عندي شركات وعندي بنوك أنا محاميها. بلى. والأمور كلها تمام في العافية. بس أنا يستهويني هالموضوع ايه. يعني من أول ما يجيني واحد يقول لي الموضوع ايه. عارف شلون أحله سهل وحلو العبرة فيه إن أنت تحبه. الله يا بطاري صدق اي انا جاي كنت بسألك على اكثر قضيه اثرت فيك بفراج خلتك صج صج تتاثر والله كجريمه كجريمه اي يعني في... انت ترافعت فيها ابي اكثر جريمه انت ترافعت فيها صج تاثرت والله في شيء وايد بس براين ما ينقال على الهواء صراحه لا يعني إيه بعد ما... التشفير بعد إيه. التشفير ونسوي كذي شوف نغطي الاسامي والاحداث والتفاصيل صراحه إيه. انا استغرب من المجرم مع العلم ان انا يعني محامي انا في وايد جنايات تطب عندي أي. استغرب من اللي يخطف ياهل شيء يعور القلب لما يجيك واحد عمره 7 سنين 9 سنين ولد صغير وخاطف ريال عمره 30-40 سنة ومدبر وياه ومسوي مشكله هذا شيء يعور قلبي يعني لما تقراها يعني شيء انت الله يحفظ عيالنا انت كنت عن كل... الجاني ولا المجني عليه في المجني عليه وفي المتهم انا اكلمك كذي في المجني عليه في المتهم لكن هذه القضايا هي تعصر قلبك حتى وانت تقراها القتل نفس الشيء يعني انا كله يعبر علي يعني صار عادي انا ما اقول لك لان تعودنا يعني انا حتى الناس تقول لي انت شلون تمسك كذي قضايا وتدافع عن المجرمين اساله سؤال اقول له يعني الحين المباحث هو شغله فتان هو مو فتان هو شغله انه يبحث عن الجريمه وحط تقريره وبالنهايه لانه هو جهه معاونه للقضاء بالنهايه بس هو شغله ما يفتن مو في سالفه حلال وحرام نفس الطريقه احنا المحامين لما نشتغل بقضايا كذي لا يعني ان انا والله واقف وياه ولا مو واقف وياه القانون كفله انه يحط له محامي على اساس يصير محاكمه نفس القوانين اللي نتكلم عنها ليش مرات يقول لك والله في شرط في مساله مثلا قبول الوظيفه أن صدر عليه حكم نهائي وبات ما لم يرد إليه اعتباره هذيل الشروط اللي حطوا لك إياها أن يدلك أن القانون ألزم الدولة بمؤسساتها بمواطنينها أن لازم أي واحد يتهم بشيء يكون عنده من حق أنه يدافع عن نفسه صح وإحنا ندافع عن نفسه إحنا نتكلم ترى بس القانون مو عن المجرمين وبس إبراهيم بالعكس حلو الجنائي وليش رأيك أنت أنا شوف يعني أنا بالنسبة لي ما يستهويني وايد الجنائي إيه؟ زين أنا ميال أكثر حق الشركات والدولي أكثر حلو عرفت حلو بس تدري على طاري الجرائم اللي أنت تتأثر فيها متى أنا أكثر شيء أتأثر ويعني أحس أن شيء ينرفز لما تصير الجريمة داخل العائلة الوحدة أبو ولد يذبح أبوه في وايد ولد وحدة تذبح يدتها إيه؟ يا أخي شنو اللي يخلي البني آدم يذبح بني آدم ثاني شوف الحسد والطمع أنا أشوفه كذا حسد وطمع هو اللي يخلي حسد وطمع إيه حسد وطمع التزوير وغيره ونهب وحوسة بالمواريث وهذا كله شوف ترى الشق الجنائي الناس قاعد تشوف إنه يقولون هالكلام أنا ما أشر على نفسي لكن هم يقولون هالكلام من شيخ المحامين اللي هو الجنائي أي. لسبب انه هو يطلع والمدني يعني لا يقول الجنائي لسبب انه يطلع على المدني والاحوال والمواريث والاوقاف وكله مع التجاري لان هذول كلهم نهايتهم في نصوص عقاب فيه شيء جنائي فانت مضطر تقرا هذا كله على اساس تقدر تشتغل بالجنائي اللي انا اشوفه العكس لان المحامي الجنائي تدري شنو يشوف ابراهيم الناس عبالها ان الامور صح انت تعتبر شيخ واسمك بسرعه سهمك بسرعه يصير خضر بسرعه ينتشر بين الناس لان شغلك جرائم صح لكن تخيل انت تدري شنو تشوف ترى أسوأ سلوك بالانسان يعني اي في العادات يعني سلوك الانسان الطبيعي لكن انت تشوف السلوك السيء المخفي عن الناس فهمتني؟ صح فأنت لما تيجي تشوفه مع الوقت خلاص أنا حين أكلمك عادي صار عندي ولا يهمني هو شنو مسوي أنا اللي وصلت شيء أنا أتعامل فيها كقضية واللي يوني ترى ما أنا ما استحي منه ولا أخليه يشعر أنه هو يستحي مني لأن هذا أمر طبيعي يعني اللي أنا قاعد أشوفه وبالعكس أنا وايد موكلين أنا تبع شغل الجنايات كله متهمين ومجرمين أنا وصلك إياه بس ما يستحي بس
أنت المجرم ما يستحي قصدي. إيه ولا أنا استحي منه. أيه. يعني حتى لما يجي يقول لي أنا ترى سويت، أنا حطيت، أنا هذا، ولا استحي منه وخلاص أحل قضيته وتمشي. يعني هو بالنهاية شغل بيني وبينه، وفما لو تلقاه ويصير رفيج مع الوقت. أيه. يعني أنا اللي عندي مو خطر عليك ترافج مجرمين؟ لا وين الخطر، هو بيني وبين رب هذا الله خير حافظين. أنا أيه. ما أخذت شيء مده، وبالعكس ترى وايد أنا منهم، وايد من موكلين اللي صاروا عندي صاروا ربعي. أيه. صار ربعي واروح وارجع معاهم، وتلفونات ودواوين وعرس ومواجيب والامور كلها سهله. بالعكس انا اشوفهم شيء زين ان انت يعني ترسم معاهم علاقه، لا يعني ان انا معاه بنفس الكار، بس بيني وبين علاقه علاقه اجتماعيه. يعني. اي علاقه اجتماعيه ومشت. أيه. الامور كلها تمام، يعني هذا بالنهايه راح يتوب. لعبه الكويتين العلاقات الاجتماعيه، وهذا مو شغله تحت بند يحطون العلاقات الاجتماعيه. اي كل شيء تحت العلاقات الاجتماعيه. عرفت، فالامر جدا سهل ابراهيم. يعني انا كلمك لما يوني في حريم وفي ريايل وفي اطفال وفي غيره، وفي اللي يصير هو تحت سيطره، يعني مثلا يكون واحد معاق ذهنيا ويبوا له مثلا واحد خادم يكون تحت رعايته ممكن يسوي فيه الجريمه، وفي انا شفت اللي يطق ابوه واللي يطق هذا اكثر شيء والله العظيم اكثر شيء يحرني. وشفت المراه اللي عناد بطليقها تبربس باليهال، شفت هذا كله، الجرائم هذا كله شفته بعيني. يعني الكلمة احنا شغلنا محامي ابراهيم، انت عارف احنا ندش بيوت الناس بس مو فعلي، لكن نشوف مشاكلها صح مع الوقت. فنقول يا رب، نقول يا رب الله يحفظنا ان شاء الله. انزين لو اخيرك ما بين الجنائي والاحوال الشخصيه، منو تختار؟ جنائي. اي لا تنام. مصمم. اي مصمم. مصاقر. مصمم ومستمر. اي مستمر. انا شايف نفسي هني، واعتقد وصلت مرحله خلاص شنو؟ اذا تبي شيء الناس تتاشر علي. انا أي. وصلت برون. يعني انا عندي ربع محامين عندهم شغلهم، يبون شغله الخاص يجيب عندي. اي واصل يعني هالمعاش شيء زين هذا، انا ما اقول لك انه مو زين. صار لي سنتين إيه؟ اداقل واداحر فيك ولا انت راضي تقول ايش كثر تاخذ على القضايا. راح اخليك تقولها عقب. يلا راح اخليك تقولها عقب. يبي اقول لك موجودين ان شاء الله، وعقب الفاصل على رقم 22-20-90-4 نستقبل كل الاتصالات. جايتنا اتصالات وان شاء الله راح ارد عليكم كلكم، وموجودين للساعة 3 بالساعة القانونية مع العزيز الغالي أبو فراج. الحكم نهائي. الله لا يوريكم الحوار تحت الهواء، الله لا يوريكم الحوار تحت الهواء. اليوم أبو فراج أنا ما أدري شنو قصتها يا جماعة. اللي عنده يعني اللي يعرف حق أبو فراج خلي يدق على 22-20-90-4 ويسأله يقول له إيش فيك اليوم، إيش فيك إيش فيك يا أبو فراج. المهم نبدي ناخذ اتصالات الناس. ما شاء الله في عندنا اتصالات، الناس يبونك. اول اتصال عندك، قول الو يا ابو فراج. الو حياك الله. الو الو تفضل انت على الهواء. الو مساكم الله بالخير. يمسيك بمثله، حياك الله. من وياي؟ ابو صالح. حياك الله ابو صالح، تفضل ابو فراج وياك على الهواء. امركم معي ثلاثه اسئله ان شاء الله خفيفين عليك. ابرك الساعات قول. اول شيء اذا طلع طلبي الاسكاني طلع الحين بس بدون وثيقه، بس طلع ممكن اسجل عقار اخر باسمي او ينسحب الطلب؟ اوكي هذا رقم واحد. ما الاجراء مع المالك اللي قاعد ينبه المستاجر ليش تتاخر ليش تتاخر؟ ثاني مره تاخر قطع عنه تكييف. اوكي والثالث هل هناك مده معينه لمطالبه المتسبب بالحادث؟ يعني صار حادث وقال انا اصلح وطافت مده معينه وخلاص ما تقدر اطالبه؟ جزاكم الله خير. تمام حياك الله وابرك الساعات، ومشكور انك اخترت الساعه القانونيه على 90.4 مع ابو فراج العزيز الغالي. ابو فراج جاوب عشان اخذ باقي الاتصالات. شوف هو السؤال الاول يقول لك طلب الاسكاني اذا كان عندي طلب ودشيت القرعه، هل اذا رحت شريت بيت يسقط عني؟ هو شوف موضوع الاسكان شويه في حوسه. أي. عشان تكون بالصوره، لان انت لازم تفصل الجهات اللي يوزع اراضي اللي هي العمل الاسكان الرعايه السكنيه اللي يعطيك الغرض مال البنيان او الشراء اللي هو بنك الائتمان، الجهه اللي توثق البيوت وزاره العدل التسجيل العقاري. ممتاز هذا كلامنا اليوم. هو شنو يقول لك؟ يقول لك القانون مال الرعايه السكنيه انه وفق الدستور ان الدوله ترعى شنو؟ السكن للاسره الكويتيه. للاسره الكويتيه. فمباشره لما تروح انت تقدم الاسكان شنو يطلبون منك؟ شهاده من السجل العقاري ان ما عندك عقار. تمام يعطونك.
انت الحين متى تملك البيت؟ هني كلامنا، اعطوك بيتك وبنيته، شبيته كهرباء وسكنت وعليك بالعافيه. يعني اي لا يعني ان انت الحين تملك البيت. الشرط الوحيد انت استلمت من الاسكان وخذيت 70% من التسليف وسكنت بالبيت. شرط اساسي انك تروح تكمل اجراءاتك بالتسجيل العقاري عشان تصدر وثيقه. بس تصدر وثيقه هني تملك بيت، روح اشتر واحد ثاني. لحظه، سؤال، لما يصدر الوثيقه يملك البيت ولا لما يسدد قيمته كامله لما يصدر الوثيقه البروه مالت البيت؟ لما يسدد، لما يصدر الوثيقه، يصدر وثيقه من التسجيل العقاري. انزين، مأشر عليه المكان، التسجيل العقاري، وزارة العدل، تروح تصدر وثيقة حق بيتك، هني هي تملك بيتك. هي قبلها لا. في شيء ثاني يشابه الموضوع، تدري شنو يا إبراهيم؟ شنو؟ ورثة توفى أبوهم، قال لك البيت يروح حق أصغر أخوه. ليش تهجه؟ لأن أبوهم قبل يتوفى ما راح صدر وثيقة من التسجيل العقاري. فمن كذي يقول لك إن البيت طار علي. ليش؟ لأنه هو إلى الآن باسم الدولة. فشنو يصير؟ ليش يتسجل باسم أخوه الصغير؟ لأنه يروح يقدم الاسكان. شنو تقولك؟ يا يعني نرجع نسحب البيت ونوزع على واحد ثاني، او يعاد تخصيصه حق اخوكم الصغير وياخذه هو. طبيعي خليه ياخذ اخوي، ولا انه يطير علينا يروح حق قريب، خليه ياخذه. فمن كذي سببه ان العالم ما تصدر وثائقها. تبي تملك بيتك وتقدر تروح بعدين وراها تشتري بيت ثاني، صدر وثيقتك بعدين روح اشتر. يصدر الوثيقه مو يسدد كامل القيمه، لا، سداد القيمه انت مسدد حق التسليف. اي انت شو اللي يثبت ملكيتك؟ مثلا ابراهيم بشتري سياره، سوينا اوراق البيمه، هل يعني ان انا شريت؟ لا، ما زالت الملكيه باسمك. ليش؟ صح. لان دفتر السياره باسمك. دفتر السياره حاله حال هو سند ملكيه. دفتر الارض هو عند نفس الشيء، وثيقه البيت هي سند الملكيه. تمام. انت هنا. السؤال الثاني، السؤال الثاني قال لك في مؤجر، انا مأجر بيت وما سديت قيمه الايجار ثاني شهر. اي ثاني شهر ثاني. فسوى صاحب البيت، طف علي التكييف. أي. طف التكييف، روح سوي اثبات حاله، وانت ترفع عليه دعوه. أي. ما تسلم ايجاره. ليش ما تسلم الايجار؟ لان العبره بالايجار مقابل الانتفاع. اذا صاحب البيت مطفي علي الماي والكهرباء ومطفي التكييف، هذا لا يعني ان انا منتفع. فمن كذي انت ايش حق تعطي ايجاره؟ مو الايجار مقابل ان انا انتفع، وانت وقفت عن الانتفاع فما تعطي الايجار. تمام. هذه دربها شوي طويل، انا قلت الحين باختصار دربها طويل. ليش؟ لان صاحب الملك بيرفع عليك دعوه ان انت ما سددت الاجره، الا انت مبرز له اثبات الحاله ان انت مو منتفع بالبيت. فكل واحد يسبق الثاني. اي واحد يسبق الثاني، واحد يسبق الثاني. والسالفه فيها دردور المحاكم تكسب حكم. انا مصدر احكام بهالكلام يعني. أيه. اذكر نوبه كان عندي واحد من ربع محامي. صاحب الملك كذي قام يعايي، طفى على التكييف، يا هذا كان يعانده، قال لا دام كذي ما انا معطيك ايجارك. سوى هذاك رفع عليه دعوه اخلاء، جد ان احنا مسوين اثبات حاله. وتمشي القضيه حروف 8 اشهر الى 9 اشهر بالمحاكم، صدر حكم علينا بالاخلاء. كان احنا نرفع عليه دعوه ترجع لنا المبالغ من الاثبات الحال القديم اللي سددنا لك اياه. يا صاحب الملك قاعد ويانا، يبغى نطلع احنا فك الفك. بعد جاي تعايم محامين، انت وين كذا؟ هذا كلام متاثر حروه ب 2015. بلى. انزين، السؤال الثالث. الثالث، التقادم في حوادث السيارات. اليوم صار الحادث. أي. نصيحة، روح مباشرة المغفر. أي. بيقولك اصبر علي باكر وعقبه واصلح لك واسوي واحط. لا تصبر، العبرة بالحوادث المرورية في بلاغ المخافر. تروح سجل قضية جنحة مرور بالمغفر. أي. أما صار حادث وبعدين تروح بعد فترة ترفع دعوة بالمحكمة الطالب هذا، راح يقولك شنو اللي يثبت انه هو داعمك؟ مالك إلا بلاغك اللي بالمغفر، مال جنحة المرور. تقادمها ايش كثر؟ اليوم صار الحادث، سجلت القضية، عندك 3 سنين الطالب قيمة التعويض. انتهينا. تمام. عندي سؤال. قولي. بفترض أن واحد دعم الثاني وتواعده بالمخفر. أوش. يلا نتواعد بمخفر مثلا بيان. تمام. أو لا، مخفر خيطان، لأنك تحب منطقة خيطان. إيه بد منك فيه. انزين، بارد شغلك من الحين. راح الطرف. راح الطرف الأول. إيه. الطرف الثاني سحب وما راح. خوش. شي يسوي؟ يقدم عليه نفس الطريقة، يسجلون عليه تهمة اصطدام، صدم، اصطدام وهروب. يسجلون عليه تهمة اصطدام وهروب، مباشرة ينزل عليه ضبط وحضار، هذا اللي منحاش. ويبون اللي هو سوى حادث سيارة منحاش كذي. تمام. خوش. عندك اتصال، قول له الو. الو، حياك الله. الو، تفضل انت على الهواء، مارينا قاعد تسمعك والكويت كلها تسمع. الو، مساء الخير. الو، مساء النور. يا هلا ومرحبا، تفضل، منو وياي؟ يا هلا، صالح. ويانا صالح، قبل شوي كان بصالح، الحين صالح. تفضل يا صالح.
انت على الهواء والكويت تسمع، شنو سؤالك حق ابو فراج؟ الحين نبي الكويتيه اللي متزوجه مو كويتي وعلى ذمته يعني العيال يعتبرونهم معامله كويتي ولا شلون يتعامل معامله الكويتي؟ اي ونفس الشيء بالمدرسه كل واحد يتعامل معامله كويتي، هذا نص ماده بالقانون. زين، وإذا بالمدرسة يتعاملوا معاملة كويتي نفس الشيء بعد؟ إيه نعم يتعامل، لأن أمك كويتية. لأن أمك كويتية يتعامل معاملة كويتي. قاعد أسألك لأي مرحلة؟ كنا لعمر ال 24 سنة، ما أنا متأكد من العمر، بس شيء بالعشرينات. شي بس إنه للمدرسة للثانوي يعني. يتعامل معاملة كويتي. واصلة صالح؟ إيه. أوكي تمام. أبرك الساعات مشكور أنك اخترت الساعة القانونية ويا أبو فراج، ورقمنا مرة ثانية 22 20 90 4. راح تأخذ حقك. رجعنا وياكم إلى كل من يسمع 90.4 بالساعة القانونية في الجزء الثالث، وممتدين إن شاء الله للساعة 3 مع أبو فراج. عقب ما نعنشنا بأغنية ميامي، أبو فراج ميامي، أنت كنت محامي، كنت دكتور، كنت طبيب، مدرس، تسمع ميامي. من تسمع ميامي أيوة. تحسك شيء كذي يحركك داخل. أوه. يحركك هي السوبر هذه. وما أدري ليش أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، ذكريات ميامي مرتبطة بكاس الخليج والخيران. أي والخيران. أي منتزه الخيران. إنزين بس ذيك الأيام أيام انتهت. كانت أيام غمصان بس سبايكي. أي مو كنت تسوي سبايكي كيرلي تحسونة هذا شو اسمه سيزر ما شنو والله. إيه يعني أنت مواليد 88 فالمفروض إن لحقت على الأمي آر سي وعلى ال إيش رأيك الشات والماسنجر وهذا شنو كان نكك إبراهيم أنا ولا بعد شوي يطلع بالموضوع لا تبي أي واحد فيهم في عندي أكثر من واحد بالفعل لا مو مبلتع كان عندي واحد انزين الشيء الثاني كان عندي بركوش او بركش شيء كذي خوش شيء انزين بس الرسمي المعتمد بالعرب شات كان مبلتع مبلتع كان هذا انت شنو كان نكنا تحفظ لا لازم تقول انا ما راح لك على البالتوك بعد ها انزين في نكمل باقي اتصالاتنا والرد الحين على مود المحامين يلا انزين في عندك اتصال قول له الو يا ابو فراج الو حياك الله الو حياك الله يعطيك العافية الله يعافيك أهلا مرحبا من ويانا معك منى أوكي تفضل يا منى وانت على الهواء الكويت تسمع أبو فراج يسمع أي طبعا أنا عندي موضوع مختلف عن العقارات والإعاقة وغيرها عندي موضوع دولي موضوع شنو؟ موضوع دولي موضوع دولي إي نعم موضوع صراحة أنا كنت مسافرة باختصار وتعرفت بالضبط من ناس مو من الدولة نفسها بالنمسا يعني كنت رايحة سياحة إيه بس بدون ذكر أسامي دول أوكي خلنا نتفق على شيء لا تذكرين أوكي. أسامي دول لا تذكرين إنزين أي شيء كان قولي لنا الحادث اللي صار معك خلاص الدولة الأوروبية اللي كنت فيها تمام بالفريق حازلين تعرضت للضرب تعرضتي للضرب إنزين في ناس هاي ما أعرفهم من الدولة نفسها قاعد يصورون فيديو أي وصوروا وهم قاعد يطقوني وتعور زين ويبنى الشرطة لقيت السفارة الكويتية أساس ويو وشافوا الحالة شافوا حالتي ومتعورة وسووا مع المخفر وطلعوهم بعد كم يوم أن منهم أطلعوا دولة عربية ساكنة هنا لكن هذا موضوع من شهر 10 العام السفارة ما أخذت حقي أنا كنت بسوي رأي عام ما بي أفضح شكلي وأنا إيه تمام بس ما يخالف خل ناخذ الموضوع إنزين ناخذ الاعتداء لا نروح على موضوع الرأي العام شوي خل ناخذ الاعتداء إنزين فعن أنا لما دزوا السفارة أساس يشوفون وقالوا وشافوا الناس عرفوا جنسيتهم اللي طقوني عندي كل التقارير وعندي كل شيء أوكي فالحين ناطرة من شهر 10 اللي طاف 2023 ما حد كلمني من السفارة ولا حد أنا شهر واحد سافرت نفس الدولة الأوروبية أيوة وحق السفارة راجعت السفارة ولا بعد السفارة قلت صار على القضية صار علي أنا قالوا لي آخر حل يعني تحطي المحامي عن طريقنا أو تحطي المحامي عن طريق الكويت عشان يأخذ حقك قلت أنا ما عندي مبلغ فهمت عليك أوكي
السفارة وقفت مع المواطنة اللي تعرضت للضرب، وعندكم كل الأدلة وكنتوا موجودين معي وقت الشرطة. حزيت أنت ما سجلت قضية؟ سجلت قضية عند المخفر وكان مندوب السفارة موجود. وفي رقم حق القضية أكيد هناك وهذا. لهم بس هسهم مو متعاونين معي ويطلبوا مني هذا يعني بعد سنة لما رحت راجعتهم فجأة طبعاً صدموا إني أنا دشيت عليهم بالسفارة. توقع إني راح أنسى الموضوع. قال لي تبين تحطين عندنا بالسفارة محامي أو محامي ثاني عن الطريق. زين ليش ما اخترت المحامي مال السفارة؟ يعني أعطاك الأوبشن؟ أعطاني أوبشن مثال ما المبلغ اللي طالبة. قصدك محامي السفارة؟ اي محامي يعني تفضل اني انا اختار محامي سفارتي يعني. اي يعني هو يعني انا بس سوي بشغله هو قال شا تختارين محامي سفارتنا وتشوف لك واحد برا ما هو؟ اي نعم اي نعم. انت شنو اخترتي؟ ما اخترت انا للامانه لان انا عندي محامي. اوكي بس عندك محامي اوروبي بالدوله الاوروبيه ولا محامي كويتي بالكويت؟ بالكويت. انزين اوكي تمام. اي وعنده كل الادله ودزيت له كل شيء بس ان احنا الحين عندنا قضيه تامين ما تامين بنخلص منها صار لها سنه سنتين مرضت تخلص عشان اشوف شنو الموضوع بس بسؤالي هل الحين عقب ما طافت هالمده هذه كلها يحق لي اني ارد حق السفاره والقضيه؟ اوكي واضح يا منى وراح نجاوب سؤالك الحين مع ابو فراج ومشكوره وايد ان انت استعرضتي تجربتك انزين كمواطنه كويتيه برا الكويت تعرضت حق حادث. ابو فراج المواطن الكويتي انزين بغض النظر ما بنتكلم الحين على موضوع سفارات نتكلم تعرض حق حادث برا الكويت شلون ياخذ حقه برا الكويت؟ مباشره اتصل على السفاره الكويتيه. تمام السفاره الكويتيه 1000% عندها مكتب محامي هناك او شركه محامات يتعاملون معها يبعث لك المحامي اللي عندك دليل على هذا الكلام. انا شلي انا بحكيك شيء تجربه شخصيه صارت معي. تمام سنه من السنين انا كنت بدوله عربيه ودق علي واحد من ربع هناك قال لي ترى ولد اخوي موجود معاك بنفس الدوله صارت عنده المشكله الفلانيه كانت في جنايه جايده. مباشره قلت له منو كلمت؟ قال كلمت السفاره وقالوا انه بطرشون المحامي وكلمني السفير بنفسه. مباشره دق عليه كلمني السفير بنفسه وولدنا قاعد بين المباحث ومحطوط بالمكان الفلاني. تمام والله العظيم مني طلعت دقيت سلف وصلت هناك لقيت المحامي محامي السفاره موجود وكانوا متعاونين سفاره الكويت بهالخط. الحين انت اساس خل عنك هو مسألة البلاغ اللي صار والجريمة مباشرة كلمت السفارة طبعا منو اللي بيدبرك لازم الدولة ترعى رعاياها صح وهذا اللي سووه برزوا المحامي ومشت الأمور وعطوها الخيارات عطوها الخيارات. أنا ليش سألت تمساع هي شنو قالت؟ قالت إن أنا صارت للجريمة بالديرة الفلانية والسفارة جتني وسجلنا قضية ورحت ورديت وسألتهم شو اللي صار مو أنت ما كلفتي محامي إنه يتابع لك دليل على كلام ان السفاره خيرتك يا يعني تحطي لك واحد من برا او تعالي تفهمي ويا محامي السفاره محامي السفاره فالمفروض ان تكلفه بالموضوع تسوي له وكاله خلاص وتباشر مع الاجراءات. اليوم في سؤال ثاني هل المحامي اللي موجود بالكويت يقدر يروح يترافع برا؟ في شغله مكاتب المحامين يسمونها التعاون الدولي مثلا انا اليوم موجود بالكويت وعندي الدوره ألف مثلا كذي يصير انا في بيني وبينهم لينك اتفاقية انه يصير تبع مكتبي وانا اصير تبع مكتبي يعني يصير فيه تعاون كل واحد يمثل الثاني اي ويمشي هالموضوع هذا تمشي الامور بس هي شلون طريقته انت هم بعد ما تعرف هناك يعني انت على حسب شغلك يعني انا عندي شركات اذكر يعني قبل كم سنه جتني شركه وسوينا شركه عالميه ويتني وتفانت وياهم وانا كنت محاميهم هني موجود بالكويت مقابل انه كان في مكتب اجنبي وهو اللي كنت اتراسل معاه وسوينا لهم سالفه الاستثمار المباشر هني يوم طلع قانون الاستثمار المباشر اللي كان حسب هي العام الاستثمار واشتغلنا بشغلهم. فنرجع للمعيار لازم تختار محامي اذا كان بالكويت عنده اتفاقيه مع مكتب اجنبي او انك حزتها صارت مشكله مع السفاره مباشره اربط مع محامي السفاره. تمام وقول يا رب يا رب واخذ الاتصال هبه وياك على الخط. حياك الله يا هبه. الو السلام عليكم. يا هلا مرحبا حيا الله هبه تفضلي. الله يسلمك يحييك. اول شيء طبعا نطالب ان تزيدون الساعه نبي اكثر. يا ابرك الساعات حاضر نحاول نحاول كثر ما نقدر عيوننا لكم. جزاك الله خير. وثاني شيء عندي سؤالين. تفضلي. اول سؤال هل يحق للمدير المسؤول بأي مكان سواء حكومة قطاع خاص هيئات أيا كان عشان ما أحدث
انه يحط كاميرات بالمكان بالمبنى نفسه بكل مكان بحيث يضيق على الموظفين اللي عنده يسمع كلامهم داخل المكاتب يعني ولا ممرات؟ ان كان داخل المكاتب او الممرات او بالكافيه او بكل مكان. فهمت عليك فهمت عليك. هذا اول سؤال. سهل رده. هل الحفلاوي يسمع هو قاعد يسمع كلامهم وقاعد يشوف وممنوع تروح مني وممنوع تروح من هناك فهل نبي نعرف هل يحق؟ أوكي. هذا اول شيء. هذا سؤال بس هو لحظه قاعد يعايك يعني انه ليش طالعه وليش داشه وش حقه ماكله وكذي يعني هذا المدير الغثيث اللي يتسلط عليك عرفت كذي يعني وان الكاميرات لدرجه يسمع الكلام يعني اي حديث بينه وبين هذا ويسمع قاعد تسجل صوت وصوره مو بس صوره اي نعم اوكي صوت وصوره تمام نشر بعد شيء ولا لا؟ لا لا ما نشر تمام هذا اول سؤال. السؤال الثاني هل يحق للمسؤول انه يمنع موظفينه ما تكلم هالموظف وما تكلم فلان وما تسوي مع فلان هذا ناظر مو مدير شو السالفه هذه بعد اي فبس يعطيكم العافيه ونبيل حاضر ما يصير خاطرك الا طيب انزين تمرين يا هبه الحين تلاقينها عند بفراج ومشكوره وايد انك اخترتي الساعه القانونيه تفضل رد على هبه شوفوا شنو سؤالها الاول اي قالت اذا كان في جهه حكوميه او جهه خاصه هل يحق لانه يركب كاميرات بالدوام هي تتكلم عن الدوام الرسمي لو ترجع حق قانون الكاميرات اللي صدر ب 2015 لزم الجهات الحكوميه ان هي تركب كاميرات تمام والقطاع الخاص كذلك لزمه بس مو كل القطاعات الخاص الالزاميه يعني مثلا انا اكلمك اليوم مكاتب المحامين ترى مو الزام يركب كاميرا لكن في منشات مثلا البنوك الزامي وفق القانون ان هو يركب كاميرات فمس معيار ان هل يقدر يركب كاميرا ولا ما يقدر الحكومه وبعض الجهات الخاصة وفق القانون حسب قانون الكاميرات اللي صدر ب 2015 إلزام يركب كاميرا صوت وصورة؟ صوت وصورة وأيا كان لأن في معايير معينة تراقب عليها منه وزارة الداخلية تمام هذا السؤال الأول السؤال الثاني شنو قالت لك؟ هل هو يملك أنه يقول مسؤول بالدوام يملك أنه يقول لك فلان لا تحاكي فلان ولا تماشي فلان لا أنا أقول لك أن هذا ما يملك مساعدة الناظر مو المدير ما أدري شو يعني هذا ما يملك ولا لحق يتدخل ولا هذا وأنا أقول لك إذا صار سالفة أنه فتش الكاميرا وسمع السالفة ويا يكلمك فيها حطي مع شاهد وروح توجه حق المخفر قدمي عليه شكوى أنه ما يصير تمام وشنو الشكوى اللي راح تصير حق الأشياء استخدام تنصد. وسائل وسائل اجهزه التنصت هذا تعتبر جريمه وفي من ضمن تدري هذا من ضمن شنو تحت مظله قانون نساء استخدام الهاتف في تصنيفات معينه هذا من ضمن التصنيفات اللي استخدام احد اجهزه التنصت تمام عندكم خالد قول له الو حياك الله يا ام خالد الو تفضل يا ام خالد انت على الهواء الو السلام عليكم يا هلا ومرحبا ام خالد الله يسلمك عندي يعني هي سالفة شوي يعني يا ريت تسمعوني للآخر. لحظة دقيقة بس أم خالد يعني تحتاجين وقت طويل علشان تشرحينها؟ لا أبي أختصر أكثر شيء راح أختصر. اختصري عندك دقيقة لأن عندنا اتصالات وايد أما إذا محتاجة نخلي أبو فراج يكلمك تحت الهواء ما عندنا مشكلة. لا لا أنا أبي عشان الأمي قاعد تسمع أوكي؟ الوالدة قاعد تسمع. أنا أمي عندها صوت عزيز. حلو؟ تمام. البيت هذا أم يعني يدتي الله يطول بعمرها البيت بس مو يدتي حلو تمام. احنا عيالها احنا مو كويتيين اوكي تمام احنا عارفين ان الكويتيين ما يرثون ام بمنزل الام الكويتيه تمام فيدتي سوت الله يطول بعمرها كان عندها ولد بالتبني يعني متبنيه ولد فقال لها ايش رايك ان انا اخذ نص البيت انا تبيعينني باعت له نص البيت تمام من وقع على الورقة أمي ويدتي إنه باعوا له نص البيت راحوا المحكمة وباعوا له نص البيت باع لها ب100,000 تمام ربع البيت تمام فدفع لها 100,000 هي ما استلمت من ال100,000 إلا 30,000 إحنا ما نتكلم الحين عن الفلوس استلم ولا ما استلم تمام الريال الله يرحمه توفى توفى وقبل يعني إيش قال حق جدتي قال لها إن إحنا لا بالمحكمة بالكويت ما يصير إن تبيع هي ربع فقال نحط نص بعدين أنا أروح أتنازل لكم على الربع اوكي كنت هو توفى وما تنازل على الربع تمام الحين امي لما الحين امي تبي تاخذ مثلا الحين ويدتي راحت تنازلت حق امي حق الربع يعني صار نص البيت باسم امي ونص البيت باسم هذا الشخص اللي توفى اللي يدتي مربيته تمام امي الحين امي عيا عنده ولد ما شاء الله عنده خمسة صبيان خمسة او ستة صبيان وبنت تمام
الحين الفلوس البيت هم مو قادرين يتنازلون ليش؟ لان عندها صبي يعني طليقه يعني زوجة الريال اللي توفى عندها صبيين صغار من متكفل فيهم شؤون القصر. تمام. فقاعد يقولون امي قاعد تكلمهم مني 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 قاعد يقولها احنا مو بيدنا بيت شؤون القصر والسالفه كلها. بالضبط. انهم يتنازلون حق امي من ربعها. صح. شنو الحل؟ شنو الطريقه؟ بس يا ريت تنوروني بهالسالفه. يا الله خاطرك الا طيب يا ام خالد. انا حوسه بس فتشيت وياك الموضوع الحين راح نفتشه وما لك الا طيبه الخاطر. ومشكوره انك اخترتي الساعه القانونيه وابو فراج. الشرباكه هذه لازم تحلها بدقيقه. اقل من دقيقه. تفضل. انا ماني عايد كلام. احب الروح العمليه اللي فيك يا ابو فراج. هو شنو كلامه؟ هم ترى متفقين خاصين. ما في شيء على هالحوسه اللي قالتها القصه من الروايه الاولى لنهايتها. بلى. الموضوع جدا بسيط. اي بيوت باختصار بعد وفاه الشخص مباشره عنده اولاد بقوه القانون من بلاغ الوفاه، مو شهاده الوفاه بعد، بس بلاغ، مو في بلاغ ولاده. بلى. هذا بلاغ الوفاه مباشره بقوه القانون من اللي يمسك شؤون القصر. تمام. الحين هالحوسه هذه كلها تقول لك ان احنا نبي نحول البيت، منو اللي المفروض يدش وياهم؟ شؤون القصر، فلازم شؤون القصر هي اللي توافق. لسبب ان لما يكمل الولد عمر 21 سنه مباشره تيجي شؤون القصر وتوجه له كشف تقرير شنو سوت بالمبالغ اللي كانت بذمتها وتسلمه اياه ووافق عليه خلال 3 أشهر. ويملك صاحب العلاقه اللي هو الولد اللي كبر لسن 21 يرفع دعوه ينتدب خبير قدام المحكمه يتحاسب ويا شؤون القصر. الحين حلهم هذيله. اي واحد متوفي عنده خصر، مو قلنا مباشره تاخذه شؤون القصر، يملك اي احد من والدينه او الأقارب درجة أولى أو الثانية اللي هو الجد مثلا، يرفع دعوة قدام المحكمة ويطلب فيها عزل شؤون القصر وتعيينه هو وصي على القصر، فمباشرة يصدر حكم بس تعزلها شؤون القصر. منو صار بدالهم؟ الولي هذا الجديد من قبل المحكمة هو يقدر يتصرف بحلال الورثة. فهي أم خالد شو تسوي الحين؟ ترفع دعوة قدام المحكمة لعزل شؤون القصر وتحطون واحد ثاني وصي. شكرا جزيلا. باختصار هذا، وبعدين الوصي هذا يوقع العقود اللي يبونها. تمام، اخذ الاتصال اللي عقبه. الو حياك الله. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اوكي الاتصال مو موجود، اخذ الاتصال اللي عقبه. الو. الو. حياك الله. يا هلا مرحبا، انت على الهواء والكويت تسمع. يعطيك العافية. يا هلا مرحبا. عندي استفسار بخصوص الإسكان. احنا عندنا بيت قسيمة عقب ما سكننا ب5 سنين الوالد طلق الوالدة ورفعنا قضية نفقة، ففي نفقة تنزل حقنا احنا الأبناء. تمام. بعد 3 سنين قام يخصم مبلغ من أمي، المبلغ طلع من الإسكان، القرض الاسكاني. ابوك راح الوالد اثبت انه هو معسر وانه ما يقدر يدفع القرض والوالده كانت كافلته. تمام. فالحين الوالده هي بس قاعده بصفه حرمة لان الوثيقه ما طلعت. للحين. للحين. تمام. ودخلت لجنه ورفضت ان تدخل. رفضت باللجنه. اي. متى رفضت؟ اي تاريخ؟ طاف عليها 60 يوم؟ اي طاف. اي طاف. اوكي. تمام. ما بس وين سؤالك الحين؟ شو اللي تبين انت؟ إيه قالوا لها إن هي ما تقدر تطلع، إنه تطلع من الكفالة حق القرض وهي قاعدة تدفع بصفة حاضنة بس وقاعدة بالبيت. بس شلون الطريقة إنها ما تدفع حق القرض؟ تامرين أمر. ما يصير خاطرك إلا طيب. الحين بتلقين الجواب مع أبو فراج العزيز الغالي. شكرا جزيلا إنك اخترتي الساعة القانونية مع مارينا اف ام. تفضل جاوب بسرعة. حوسة الاسكان هذه ما نخلص منها. اي اي الاسكان شرباك والله قوانينهم يحتاجون كذي. صدق انا اللجنه اللي فاتت حق تعديل اللائحه الداخليه رفعوا علي سماعه وقلت لهم ترى اللي انتم حطيتوه هذا هم بعد للحين ما راح يمشي مع الوضع الحالي، يعني الوقت الراهن اللي احنا لازم تعدون شيء فلاني، وما اخذوا بكلامي وحطوا القانون وما زال الى الان احنا نعاني منه. ترى الحل جدا بسيط، نصين مادة تحطهم اللي يبي خلي يرفع عليه سماعة، نوبة ثانية وأنا حاضر. أوكي. تمام. هذا أفر من بفراج. هذا أفر. إيه. سهل راح حلك على لأنه وايد مشاكل. أي. وشفت القضايا وكسبت أحكام على الإسكان اللي بوصل لك إياه. كله من جيب الدولة آخر شيء. قول قول. وهذا الإهمال الجرمي خلنا. إذا الخشب خرس. من كثر ما نقع بالماي خرس أقسم بالله. المهم. كمل قول. الزبدة. اللي بوصل لك إياه موضوعها بسيط. زوج وزوجته طلع لهم بيت عندهم عيال، تطلقت عقب فتره، وين مشكلتها؟ انه بعد الطلاق
انصدمت انه قاعد يستقطعون من راتبه حق منو حق التسليف اللي هو شنو 70,000 مالت البيت. انزين شلون انا مطلقه ولا صدر الريال وثيقه وليش انا ادفع حق بيت اساسا انا مملكه؟ لسبب انت لو تشوف قرض بنك الائتمان صاحب الدين الاصلي الاب اللي هو الزوج تمام، لكن منو اللي يكفله على اساس انه اذا هو ما سد المبلغ كأنك رايح معامله بنك عاديه يجيب لك كفيل، فهي الزوجه هي اللي كفلته هذا. والحبيب تخلف من السداد قال ان انا معسر غيره، فمباشره شنو يسوي؟ يطالبوا منه الكفيل لا حول ولا قوه. هو في حل بس ماني قايل هذا الشيء من اسرار المهنه، بس العبره منه شنو؟ انه قبل لا يتم استقطاع منك انت ككفيل تمام الحل الحين يوم طاح الفاس بالراس مباشره المفروض ان هي ترفع دعوه، وبعد ما ترفع دعوه تطلب من المحكمه اخراجها من سالفه العقد الكفاله. أي. في شيء هي قالته اي هالكلام حق اي وحده مطلقه عندهم بيت ومطلقه وشرط انها ما اصدرت الوثيقه، روحي قدمي على اللجنه بالاسكان بطلب استخراج الوثيقه وعدم الرجوع على طليقها، لان هي بالنهايه بتوصل حق مرحله شنو لازم يوقعون اثنينهم على الوثيقه، لكن الحبيب معي تقدم طلب حق لجنه اسكان ان هي تبي تصدر وثيقه، بيقول لها انت مطلقه، بيقول لها صح لكن البيت صدر وانا ملكت مركز قانوني. إذا اللجنة عطتك رفض مباشرة من الرفض لازم خلال 60 يوم ترفعين دعوة بالمحكمة وبإذن الله راح تكسبين حكم. عايزت وانا أتكلم في هالكلام وايد أحكام صدرت حق الحريم المطلقات موجب حكم محكمة تروح الإسكان تقول لهم أنا مطلقة أبي نص البيت، يقولوا لها لا نسوي هاللجنة وتظلم، ومباشرة نروح المحكمة نكسب حكم ونجي ننفذ على الإسكان وغيره تمام وتملك نص البيت تمام. هذا هو بس على طاري المطلقات انا عايز وانا البح زين. لا لا بتلبح بعد بعد انت موجود هني علشان تلبح وتقول وتعيد وتزيد حق الناس علشان تخفف من الريسك عليهم تخفف من الخطر عليهم. على طاري المطلقات قريت كذي خبر عابر امس انزين على عدد المطلقات اللي عندنا بالكويت ايش كثر انزين. انا بقول لك انا سنوي هذا احصائيه ولا شنو؟ ها لا الحين توتال المطلقات ايه انزين ايه اول من فصلات عشان لا يزعلون علينا الجماعه خوش. عطني رقم كم تتوقع بش كثر؟ ها بش كثر؟ مو بش كثر مو حالات الطلاق عدد المطلقات الكويتيات اللي موجودين اليوم في 2024 عطني رقم 300 يمكن 300 شنو؟ 1000 لا لا اهدى شنو 300,000 لا انا حسبت شنو؟ ايه؟ الشعب كله مليون ونص لا لا حسبت غلط شيل شويه منه لا ايش كثر 100 لا لا عطني رقم واقعي بعطيك محاولتين تفضل من المليون وشوي من المليون وشوي كم مطلقه عندنا بالكويت تتوقع؟ اعتقد ان على انا بعطيك بالمعدل من العشرة بالمعدل اي من العشرة اي في اربعة انزين اعتقد كذي ف ايه 40,000 تقريبا 40% من الحل. بعطيك بعد اخر محاولة انزين بسرعة 200,000 200,000؟ لا اخوي طاق بالعالي عدد المطلقات عندنا بالكويت ايه 56,700 ما نفس الشيء لا مو نفس الشيء انت محامي تفرق بالارقام ايه ما افتهم مو بكيفك مو بكيفك ايه؟ مو بكيفك 56,700 ايه؟ على حسب الخبر اللي قريته ايه؟ شنو تعليقك بسرعة؟ الله يكون بعونهم بس اقسم بالله هذين المظلومين تمام.